عبدي كبرت سنك وشاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. ما كان ممكن الإنسان لا تبدو عليه أي علامات الشيخوخة وأن يموت فجأة؟ انحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر طاعته، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فما هو النذير؟ يعني تركب مركبتك وأنت تقودها تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات. ما هذا الضوء؟ لما تألق؟ إن فهمته ضوءاً تزيينياً احترق المحرك، قد يكلفك 100,000. إن فهمته ضوءاً تحذيرياً أوقفت المركبة وأضفت الزيت على المحرك والمحرك سليم. بين تدفع 100,000 بين تدفع دينار واحد ثمن كيلو زيت. هذا الضوء الأحمر في المركبة في لوحة البيانات اسمه نذير، يعني ينبئك عن خطر قادم. إن فهمته فهماً حقيقياً أوقفت المركبة أضفت الزيت، ما في مشكلة، انتهى كل شيء. إن فهمته ضوءاً تزيينياً احترق المحرك وعندك مبلغ فلكي لإصلاح المركبة. إذاً أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم، لذلك القرآن كتاب خالق الأكوان سرب لك في بعض آياته ما سيكون قبل أن يكون. فالقرآن نذير، سرب لك عن حال أهل النار وعن حال أهل الجنة. والآيات التي قرأت، جزاه الله خيراً الإمام الكريم، صوت رائع والله، قراءة رائعة جداً، سرب لك ما سيكون قبل أن يكون. فكل آيات العذاب في القرآن نذير قبل أن تكون. أول معنى، القرآن هو النذير لأنه سرب لك، نقل لك ما سيكون قبل أن يكون. هذا هي بطولة. وسيدنا محمد هو النذير. المعنى الثاني، أنذر من حوله من عذاب مقيم وعذاب أليم وعذاب مهين. مقيم دائم، وأليم لا يحتمل، ومهين في جرح لكرامة الإنسان. الآن سن الأربعين فقط نذير. 40 سنة، عبدي كبرت سنك وشاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. ما كان ممكن الإنسان لا تبدو عليه أي علامات الشيخوخة وأن يموت فجأة؟
انحنى ظهرك وضعف بصرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر طاعته، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أخوانا الكرام، ولحكمة بالغة بالغة بالغة، ثلاث مرات، ما سمح الله لهذه الدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة. متنامية مستحيل، مستمرة مستحيل، بل بسعادة متدنية. كل شيء أول ورائع. أول ما اقتنيت مركبة ما بتنام الليل، عم تدور فيها، بعدين عادي. أول ما تزوجت توهمت الزواج شيء لا يصدق، بعد أسبوعين عادي، عادي صار المنزل عادي، والزواج عادي، والسيارة عادي، والمنصب الرفيع عادي. حتى إذا إنسان بعيد عن الله وجاءته الدنيا وهي راغمة، في عنده حالة أنا بعبر عنها باللغة الدارجة، بيصير بيقرف وبيقرف. أكل أطيب طعام، سكن أجمل منزل، ركب أحلى سيارة، مالل. أخواننا الكرام، أنا اختصاصي بعلم النفس، في بالعالم الغربي مرض اسمه الكآبة. هذا المرض مرض العالم الآن، جمع ثروة طائلة، 93 مليار. مليار والمليار ألف مليون، مو عملة من دولة متخلفة، دولار. على فراش الموت قال: هذا الرقم لا يعني عندي شيئاً، لا شيء. يعني الله عز وجل ما سمح لهذه الدنيا أن تمدك بسعادة مستمرة أبداً، بل سعادة متدنية. بعرف شخص يعني يعمل في سوق الحميدية في الشام، هذا سوق تجاري عريق قديم أنشأه مدحت باشا. فهذا الشخص يعمل في محل تجاري، يكنس المحل، يجمع القمامة في علبة فخمة، يضعها في هذه العلبة، يغلفها بورق هدايا شريطة حمراء، يضعها على الرصيف. بمر إنسان، أغلب الظن هي علبة فيها قطعة ذهبية غالية جداً، أناقة علبة مغطاة بورق أحمر هدايا شريط أحمر رائع، بياخذها وبيمشي بيلحقه هذا الموظف. بعد 100 متر بفك الشريط الأحمر، بعد 100 متر ثاني بيفتح العلبة، بيتفاجأ بعد 100 متر ثاني بينزع الورق الأحمر الهدايا، بعد 100 متر ثالثة بيفتح العلبة فإذا هي قمامة المحل. أقسم لكم بالله العظيم، هكذا الدنيا يوم القيامة. وين البيوت الفخمة؟ وين السهرات الراقية الناعمة؟ وين 3 مركبات، مركبة للسفر كبيرة وثقيلة، مركبة للمدينة، مركبة سبور من دون غطاء، وبيت بالجبل، وبيت على البحر، وبيت بالمدينة العاصمة، وكل يوم ولائم وسهرات ولقاءات، وبيقول لك مجتمع مخملي، هذا مصطلح حديث، مجتمع مخملي للفئة الغنية.
فنحن عندنا بالشام كلمة جنفيص هي أبشع أنواع الأقمشة. أنا بقول لك مجتمع الجنفيص هذا مو فالدنيا كبيرة تصغر وتصغر وتصغر. يعني الأربعين نذير والستين نذير أشد والسبعين نذير أشد وأشد والثمانين مصابي حماسي صفي النعوي. المرأة شيء كبير بعد الزواج عادي، بعد 20 سنة من الزواج عادي عادي، بعد قبيل الموت لا شيء. سبحانك يا رب لحكمة بالغة بالغة، ما في شيء تراه كبيراً ثم يصغر ثم يصغر ثم يصغر وتراه على فراش الموت لا شيء. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. ممكن تكون الآية رب ارجعوني لأتابع بناء البيت الطابق الخامس؟ لا، ما لقيمة الدنيا أبلغ من ذلك. يلي بلغت ثروته الآن 700 مليار، جوبز تبع أبل 700 مليار، قال كلاماً مشابهاً: هذا الرقم لا يعني عندي شيئاً. لذلك قالوا هناك رزق وهناك كسب والفرق بينهما كبير. ما هو الرزق؟ دقيق بتعبير سريع، المستهلكات، ما أكلت فأفنيت، ما لبست فأبليت، ما تصدقت فأبقيت. الرزق المستهلكات، الثياب لبستها 10 سنوات احترأت أصبحت ثياباً بالية أو خلقة، ترميها في المهملات. ما لبست فأبليت، أكلت فأفنيت. إذا إنسان دعي إلى طعام نفيس جداً جداً جداً، بعد بشهر أصابه ألم في أسنانه لا يحتمل، ما نام الليل إطلاقاً، لو تذكر طعم الطعام النفيس هل يذهب هذا الألم؟ ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، تصدقت فأبقيت. هذا الرزق رزق، أكلت أفنيت، لبست أبليت، تصدقت فأبقيت. أما الكسب حجبك المالي، لم تنتفع منه إطلاقاً ولكن ستحاسب عليه درهماً درهماً. سمعت عن شخص منحرف انحراف شديد وكان قوياً، فجمع ثروة كبيرة، ذهب إلى باريس واشترى فندق 80 طابق وممتلئ دائماً، دخل فلكي، 5 نجوم 80 طابق، طابق 50 غرفة ودائماً ممتلئ. في اليوم التالي نشأت مشكلة في نقل الملكية، جاءته جلطة فمات فيها. يعني مكانتك، حجمك المالي، تجارتك الرابحة، بيتك الفخم، مركبتك الفارهة، إذا توقف القلب انتهى كل شيء، هذا كله ليس لك. رجعوا وتركوك، الأثر القدسي، عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فالدنيا كبيرة مع التقدم بالسن تصغر وتصغر وتصغر، أما على فراش الموت لا شيء.
والمرأة في البداية تراها شيء كبير، على فراش الموت لا شيء، والمال كذلك شيء كبير على فراش الموت لا شيء. ما هي البطولة؟ البطولة أن ترى في مقتبل الحياة وأنت شاب ما سوف تراه في نهاية الحياة، هذه البطولة، هذا الذكاء، هذا التفوق، هذا الرقي، أن ترى ما سيكون قبل أن يكون. لذلك التفكر في الموت جزء من دين الإنسان. أكسروا ذكرى هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. مرة وقفت أمام سوق الحميدية في الشام، أعرق سوق، خطر في بالي قوله تعالى وجعلناكم خلائف، كل 50 عام في ملاك للمحلات جديد، كبر بالسن 98 توفي، عنده ورثة باعوا المحل وتوزعوا ثمنه، المنازل والأسواق والتجارات والشركات، هذا كله أقصى عمر 50 سنة، فكل 50 سنة في طقم جديد، في سكان جدد، في ملاك جدد، في تجار جدد. فالبطولة أن ترى ما سيكون قبل أن يكون، هذا ذكاء، بطولة، نجاح، فلاح، تفوق، أن تعيش ما سيكون قبل أن يكون. أما الأحمق والغبي يتغافل عما سيكون. لذلك أحد أكبر أمراض الإنسان النفسية شيء عجيب، الغفلة، الغفلة، غفل عما سيكون. لذلك مرة ثانية البطولة أن ترى في مقتبل الحياة ما سيكون في نهاية الحياة، يعني هو قصة رمزية لكنها معبرة. واحد ضاقت به الدنيا جداً جداً جداً، أخذ قرار أن ينتحر، والإنسان إذا انتحر كأنه طعن بخنجر قلبه فمات هذا المنتحر. أما إذا عصى الله نحر نفسه لأنها وقعت في الحجاب مع الله، أي معصية حجاب بينك وبين الله. أما إذا ألحد نحر عقله، إن طعن صدره القسم اليسار مكان القلب بخنجر هذا المنتحر، أما إذا عصى الله نحر نفسه أبعدها عن الله. فإذا ألحد نحر عقله. أنا عندي بحث لطيف إن شاء الله بوقت آخر، واحد جمع أقوال الملحدين على فراش الموت، كلهم تكلموا كلام عكس إلحادهم. اسمع القرآن، والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. يا بتعرف الحقيقة قبل فوات الأوان أو سوف تعرفها قطعاً بعد فوات الأوان. من هو أكثر كفار الأرض؟ أكثر كفار الأرض فرعون، حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله له؟ الآن وقد عصيت من قبل.
طالب لم يدرس إطلاقا، والشهادة التوجيهية المهمة جدا المصيرية ما أجاب، قدم ورقة بيضاء أخذ صفر باستحقاق. رجع للبيت، فتح الكتاب المقرر، قرأ البحث، فهمه. متى فهمه؟ بعد فوات الأوان. فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق والفلاح أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان. أما نحن جميعاً يعني أدق من ذلك، من هو أكفر كفار أهل الأرض؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، في آية يعني ألطف، ما علمت لكم من إله غيري. حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فالإيمان حاصل، لكن البطولة أن تؤمن في الوقت المناسب قبل فوات الأوان. ذلك دقيق، ما معنى كلمة حظوظ؟ المال حظ، الذكاء حظ، الصحة حظ، البيت الفخم حظ، مركبة فارهة حظ. الحظوظ موزعة في الدنيا، دقيق، توزيع ابتلاء، توزيع امتحان، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. مثل بسيط، يعني إنسانان عاشا 60 عاماً بالتمام والكمال، واحد امتحن بالغنى لم ينجح، سيارات، لقاءات، سهرات، تفلت، يعني تفلت كامل، وأموال طائلة، وعنده صيفية بفرنسا، وعنده زيارة لجبل الألب في الشتاء للثلوج 5 أمتار، زرته 5 أمتار الثلج، ومر على اليابان، ومر سهرة، ومر على البحر، غارق في النعيم. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. الحظوظ، الذكاء حظ، المال حظ، الصحة حظ، الوسامة حظ. الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. توزيع الابتلاء مؤقت 60 سنة، توزيع الجزاء أبدي إلى أبد الآبدين. فالبطولة والنجاح والفلاح والتوفيق والتفوق أن تعد للآخرة. أنت لو سافرت سفرة سياحية إلى مكان جميل، لاحظ نفسك باليوم السابع بينعكس تفكيرك للعودة، ألا تشتري هدايا لمن حولك، تراجع المركبة، في سلوك بعد اليوم السابع. فالبطولة ما سوف تفكر به قبل الموت فكر به الآن. يعني إذا واحد كل يوم فكر بالموت، والله شيء مهم جدا، بدي موت، البيت ما بستمر فيه، وقراء النعوات كلها، وسيشيع إلى مثواه الأخير. معنى بيتك الحالي ماذا يسمى؟ مثوى مؤقت. مهما يكن فخماً، مهما يكن واسعاً، مهما يكن مزيناً. مرة يعني دعيت إلى عقد قران بالبقعة، حي بعمان بس فقير جداً، يمكن البيت 60 متر، الله العلي.
ألقيت كلمة وطلعت. بنفس اليوم في عندي تعزية بأغنى حي بعمان، أغنى حي. دخلت هذا البيت لفت نظري الثريات، يمكن ثريات ثمنها فلكي، هي رشانج اسمها، السجاد إيراني، البلاط إيطالي، يعني بيت أنا قلما أرى مثل هذا البيت، تعزية بس. كلما نظرت إلى هذه الثريات، من اشترى هذه الثريات؟ المرحوم. من اختار هذا البلاط؟ المرحوم. من اختار هذا السجاد؟ المرحوم. أين المرحوم؟ تحت الأرض، رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إلى متى أنت في اللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. لذلك دقق الآن بالحديث، إن أكيسكم، ما معنى أكيسكم؟ يعني أعقلكم. إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم أشدكم استعداداً له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. واضحة تمام؟ الآن من هو الكيس؟ من هو العاقل؟ من هو الذكي؟ من هو المتفوق؟ من هو الناجح؟ من هو الفالح؟ الكيس من دان نفسه، ضبط نفسه، ضبط دخله، ضبط انفاقه، ضبط بيته، ضبط سهراته، ضبط سفره، ضبط مركبته، ضبط محله التجاري، ما في كذب، ما في غش. الكيس العاقل من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ممكن تضع بالمركبة مصحف، في مشكلة؟ أبداً، معلق. بالبيت آية الكرسي، رائع جداً، بس هي مو بطولة. أن يكون دخلك حلال والإنفاق حلال، ما في اختلاط بحياتك، ما في سهرات ما بترضي الله، ما في رحلة ما بترضي الله، هي البطولة، هي مظاهر. لا تقدم ولا تؤخر. لذلك أكثر ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك قيل: ألا يا رب مكرما لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. مر النبي بقبر فقال: دقيقة، صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم، يعني ركعتين، قل هو الله أحد الله أكبر، إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. أذكر كنت في مدرسة مدرساً،
نشأ عندي ساعة فراغ، فجأة الطلاب أخذوا للتدريب العسكري، فعندي ساعة أنا، جلست عند المدير، والمدير إنسان محترم جدا، أقسم لكم بالله حدثني عن خططه لعشرين سنة قادمة، قال لي أنا وافقوا لي على الإعارة للجزائر، إعارة الرواتب أربع أضعاف، قال لي بمضي خمس سنوات بالجزائر، بمضي صيفية بفرنسا، وصيفية بإيطاليا، واحدة بألمانيا واحدة بريطانيا، قال لي عشان ما بيجي إلا بعد خمس سنوات، معي قرشين لما برجع بشتري بيت، بعمل محل تجاري، بفتح هدايا. قال لي هي ما لها علاقة بالتموين والمشاكل، أقسم لكم بالله حدثني عن عشرين سنة قادمة بالتفاصيل. قال لي أنا بداوم صباحاً فقط، أولادي بعد الظهر، والبضاعة تحف، ما لها علاقة بالتموين، هي رز وسكر تفاصيل. والله انتهت هالساعة، انتهت، تابعت الساعتين تدريس وذهبت إلى البيت، بالمساء عندي موعد في طرف المدينة الآخر، فلما انتهيت قلت أرجع إلى البيت، في مكان معين قرأت نعوته في اليوم نفسه، والله في اليوم نفسه، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. أخواننا الكرام، للدرس بقية إن شاء الله في درس آخر.